sinusitis inversus totalis. الأوضاع المعكوسة للأعضاء الداخلية. إزاي بقى كأنه واقف قصاد مراية وانعكس كل الأوضاع الداخلية. لما نسمع إن حد قلبه في اليمين مش الشمال، معدته بقت في اليمين مش الشمال، كبده بقى في الشمال مش في اليمين، إزاي ده بقت في الشمال مش في اليمين؟ أحيانا بتبقى مرتبطة بتأخر في الحمل. كارتاجنر سندروم، متلازمة كارتاجنر، هي أحد الأسباب اللي بتبقى فيها تأخر في الحمل. كارتاجنر سندروم، متلازمة كارتاجنر، هو مرض يصيب كل الأعضاء اللي فيها سيليا، فيها أهداب، من أول الجيوب الأنفية للأذن الوسطى للجهاز التنفسي لأنابيب فالوب لحركة الحيوانات المنوية. وبالتالي عشان يتنقل البويضة من المبيض إلى تجويف الرحم أو الجنين يتقابل في الأنبوبة ويتحول من داخل تجويف الأنبوبة إلى داخل تجويف الرحم، بيعتمد على حاجتين: الحركة الانقباضية الدودية للأنبوبة فالوب، والأهداب اللي موجودة اللي في آخر الأنبوبة وفي أطرافها عشان تمسح على المبيض وتسحب البويضة داخلا. الناس اللي عندهم كارتاجنر يا إما عندهم تماما الأهداب حركتها واقفة تماما، أو أحيانا بيبقى بتتحرك جزء بسيط منها، وده متوقف على الجانجليون الموجود أو الخلايا العصبية اللي موجودة داخل الأنبوبة، وده بيبان عن طريق الميكروسكوب. كلما قل عدد الوصلات العصبية في الأنبوبة كلما قلت حركة الأهداب. وبالتالي الناس اللي عندهم كارتاجنر هتلاقيهم دايما عندهم تكرار في التهاب الجهاز التنفسي، لأن الأهداب ما بتشتغلش، بالتالي عندهم دايما التهاب القصبة الهوائية، ما بيعرفوش يطردوا المخاط، وبالتالي بيتجمع المخاط موجود في رئتهم. كذلك بيبقى في الجهاز التنفسي العلوي مع الجيوب الأنفية، تلاقي عندهم التهاب في الجيوب الأنفية كتير ومتكرر حتى في الأذن الوسطى. وبالتالي الناس دي ممكن تبقى عندهم عرضة اللي بيخش في مشاكل رهيبة جدا، والتهابات متكررة ممكن أحيانا تدخل في مشاكل أكبر. لما بنعرف ده ولما بنوصل الحقيقة دي، بنعرف للناس دي نساعدها ازاي لو اتأخروا، عشان ميبقاش الأنابيب بنعمل لها أشعة الصبغة والقية سالكة، ونفاجأ إن سنوات من العمر بتقضى وبتنقضي وما بيحصلش حمل. كذلك الرجل اللي عنده كارتاجنر سندروم هتأثر على إيه؟ حركة الحيوانات المنوية تكاد تكون منعدمة تماما، لأن الفلاجيلا أو الأهداب بتاعة الحيوانات المنوية بتتأثر بكارتاجنر سندروم، وبالتالي ما بتتحركش الحيوانات المنوية للأمام، ما عندهاش القدرة إن تصل لبويضة، ما عندهاش القدرة إن تخترق بويضة. تعالى نتعرف أكتر ببوستات مختلفة وبشرح وافي وبدراسة وافية جدا عن إيه هو كارتاجنر سندروم، أحد الأمراض اللي موجودة ولكنها لا تأخذ الحظ لأنها من الأورفان ديزيز أو من الأمراض اليتيمة اللي ما حدش بيتكلم عنها كتير، لكن بتصيب جزء موجود من الناس. وبالتالي تعالى نقرب ونشوف المعلومة لما بتوصل أكيد بتوصلنا إلى بر من الأمان وإلى جزء كان خافي عنا وما خافي كان أعظم.